سمعنا دولة الرئيس فؤاد السنيورة واليوم هناك فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة ولازم نحن كلبنانيين نفتح صفحة جديدة خاصة بعد الأزمات المتتالية اللي صارت بالبلد. نحن لم نسمي أحدا لرئاسة الحكومة ونعتقد أن اللبنانيين يتوقون لشخصية تحدث صدمة إيجابية تريحهم خصوصا مع إطلالة هذا العهد. بالأمس تشاورنا مع حلفائنا في الرابع عشر من أذار وتم التوافق على تسمية الرئيس فؤاد السنيورة كرئيس وزراء للحكومة التي ستشكل.